طب يمكن الريس في مجمل كلامه، مش بس النهارده وفي اكثر من موضع، يتحدث دائما انه يا جماعه في الاعلام عرفوا الناس كل حاجه، اطلعوهم على كل شيء، عرفوهم الحقائق طول الوقت. ويمكن ملاحظ انه خلال الايام الاخيره اصبح في عندنا هاشتاج احتوى على اكثر من 1.5 مليون تويته، وده رقم تاريخي، انترنت بلا حدود. وهنا أنا هيبقى مهم عندي إن احنا نعرف من معالي الوزير دكتور عمرو طلعت مسألة إمكانية إنترنت بلا حدود، علما بإنه أنا قادر أتفهم جدا إنه لازم يبقى في عدالة في توزيع أي خدمة في الدنيا. اللي بيدفع مبلغ بياخد خدمة، اللي بيدفع مبلغ أعلى شوية ياخد خدمة قد تكون فيها اختلاف. لكن مسألة إنترنت بلا حدود يا دكتور عمرو، إيه مستقبلها في مصر؟ هل لدينا في دول الجوار أو دول العالم ما نستطيع إطلاق عليه إنترنت بلا حدود بنفس ذات القيمة السعرية؟ هو فعلا زي ما ستك تفضلت، يعني أي خدمة لها مقابل، لأن أي خدمة لها كلفة. فلا يمكن أنه يعني ليس من العدل أن أتيح الخدمة بكثافات مختلفة يعني في أوقات مختلفة وبمعدلات مختلفة دون أن ينعكس هذا على السعر، لأنه هذا أيضا يترتب عليه كلفة، فده كويس. أمر طبيعي. طيب، ده يعني مسألة موجودة في دول كثيرة. يعني أنا بسأل على ده ليه؟ لأنه دايماً الناس تتهم الإعلام بأنه يا جماعة أنتم ما بتقولوش كل حاجة، فإحنا بنسأل أهو قدام الناس، يعني جلسات الحوار الوطني بتتزع هوا، فما يجراش أنه يبقى في ناس قاعدة مشغولة لدرجة 1.5 مليون تويتة بموضوع وما نجاوبش عليهم. طب هنا يجي السؤال دكتور عمرو، بالبنية التكنولوجية اللي موجودة عندنا وبالبنية التحتية اللي اتعملت في مصر، لماذا لا يتاح الإنترنت بلا حدود مع تحديد التكلفة بتاعته على المواطن أو على المستخدم بمعنى أدق؟ لأنه يعني ساعتها هضطر أن أنا أرفع الكلفة لكي، لأنه هيبقى بلا حدود، فأنا هضع حسابي أنها تبقى كلفة عالية جدا، فهذا ليس عدل لمن لن يستخدمها. كويس، كل واحد يدفع بقدر ما يستخدم زي أي مرفق آخر. طب ما انا اقول ان انا عندي انترنت بلا حدود ودي هتبقى تكلفته كذا لمن يريد، وانترنت بحدود تانية وده اللي قائم دلوقتي وده تكلفته كذا. يبقى انا احسن ابقى عارف انا هدفع كام وادفع بقدر استهلاكي، لانه انا لو قلت بلا حدود معناه ان انا هحملك كلفة اخذا في اعتباري ان الاستخدام سيكون بشكل ضخم. ولكن حتى يعني ده هناك ما يسمى سياسه الاستخدام العادل، يعني ما فيش حاجه بلا حدود كده بشكل مطلق، يعني هو دايما هناك سياسه الاستخدام العادل، بمعنى انه اذا يعني حدثت مبالغه فيه ايضا هذا ينعكس على في مسألة العدالة بشكل عام. ممكن يبقى جاي يوسف يقول طب والله يا فندم أنا مستعد أدفع تكلفة اشتراك في إنترنت بلا حدود، أنا رجل نمط حياتي شغلي عملي لا يتحمل إنه يبقى في حد معين، وبالتالي هو أنا عاوز إنترنت مفتوح. إن أنا يعني إن أنا باقات بتصل إلى رقم ضخم جدا في التحميل، ويمكن زيادته ويمكن تجديده إذا نفذ، يعني الباقات الحالية يعني لا تعيق أحد من إنه يستخدم الإنترنت على النحو الذي يراه. ما هو ده اللي بيقعد يشغل بالي. طب إذا كان الأمر كذلك، تعتقد ليه يا دكتور الناس مشغولة بده لدرجة 1.5 مليون تويتة؟ يعني مفيش حد أصبح ما بيتكلمش على المسألة؟ يعني طبعا يعني حاجة الإيجابي فيها إن الناس تعتبر هذه خدمة مهمة ومشغولة بيها ويعني مهتمة بيها، هذا أمر إيجابي. أو أنه عندهم طموح مبني على اللي عملته الوزارة واللي عملته الدولة في البنية الأساسية التكنولوجية في مصر، فمستنيين ما هو أعلى أو أكثر، يعني سقف الطموحات بيعلى دايما. تركيزنا فندم كما يعني حاولت أن أوضح اليوم، تركيزنا هو أن نحقق العدالة الرقمية بإذن الله، أن نتيح هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
خليتونا نطمح جامد يا دكتور، فاحنا دايما طلباتنا بتزيد. احنا فنن تحت امر المواطن ودايما نسعى لخدمته. احنا نتحدثت اليوم عن مشروعات للتوسع في الانترنت، ما انفق 40 مليار جنيه ما سينفق 65 مليار جنيه باذن لكي الله لكي نطور من هذه الخدمه سواء في المدن او في القرى. يعني احنا مشروع حياه كريمه يتضمن توصيل الانترنت الثابت لكل منزل في كل قريه بإذن الله، بإذن الله يوصل للكل. أنا بشكرك جدا يا دكتور، طولت على حضرتك، ألف 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 شكر، شرفتنا بالمكالمة. دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.